الوقت. فادي مبروك يعني سيطرته بشكل كامل من اول كوارتر، كان واضح جدا ان شانفيل رايح فيري اجريسيف على المباراه لحتى يتقدم 1-0 بالسيريز، وهيدا الفوز المعنوي الكبير اللي عملتوه برايك بخليكم تفوتوا كثير مرتاحين بالجيم 2 ولا لا؟ ما خلص ما دخل جيم 2، جيم 2 يعني ننزل مركزين اكثر، عم نلعب اوتسايد ملعبنا اوتسايد الكورت، فبدنا نكون مركزين اكيد اكثر ونلعب ديفنس نفس الديفنس اللي لعبناه اليوم. هو الكي مش الاوفنس، الكي هو الديفنس، فبدنا نكون شوي مركزين اكثر على الاوفنسيف ريباوند وعلى الثري بوينت شوت تبعيتهم. بس بالمبدا لعبنا جيم كثير منيح، 19 3 بوينتس اليوم مش دفاع على المنطقه يعني. دي جي كان اون فاير، بعتقد علي مزهر كمان خمسه، علي مزهر رجع على جيمه يعني، هذا علي تبع هذيك السنه. بعد بدنا شوي الكل يكون فايت باجواء البلاي اوفز، لانه البلاي اوفز كومبليتلي غير عن كل السيزون. حامد اهدادي شفناه اليوم كمان منسجم اكثر مع فريقكم، بلش يطلع وعم ترتاحوا يعني معه اكثر. حامد ما في خوف على حامد، بالبيج جيمز رح يعطي، وبالجيمز اللي لازم يكون موجود فيها رح يعطي، فما انا مش خايفين على حامد، بالعكس رح يعطينا اكثر ما نحن بنوقع. في كثير انتقدوا لحامد اهدادي، ما هو الانتقاد على طول، الانتقاد البناء بناخذه بعين الاعتبار، بس الانتقاد ما في له معنى، ولعيب كثير كبير عاطي كره سله الاسيا بشغلات ما في اي سنتر يجي يعطيها، فنحن بنعرف قد ايه هو تقله موجود بما عم بفيدنا. يلا مبروك فادي، تقدمكم 1-0 بسرعه.